أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم المرصد. أتشرف الليلة بتقديم هذه الحلقة نيابة عن الزميل أحمد الرفاعي، اللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينتهي ظرفه ويعود لاستكمال حلقات برنامج المرصد مرة أخرى معكم. حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن دور مجلس الأمة وأهميته في الكويت. سنتكلم عن هذه المؤسسة التي تمثل الجانب التشريعي والرقابي في البلد. سنتحدث عن اختصاصات هذه المؤسسة التشريعية، سنتحدث عن أدوارها خلال هذه الفترة الزمنية التي نفتخر بممارستنا الديمقراطية طوال 50 سنة الماضية أو أكثر من 50 سنة الماضية. أيضا سنتكلم عن أهم وظائف دور مجلس الأمة من خلال الرقابة والتشريع. كل هذا راح نتكلم عنه، ويسعدني أيضا أن قبل لا نبتدي الحلقة أن أقدم ضيفي والشريك الدائم في هذا البرنامج الإعلامي ناصر عبد الله أبو يوسف. مساك الله بخير. مساك الله بالنور. أبو يوسف، قبل لا نبتدي حلقتنا دائما عودنا أحمد الرفاعي أن يكون عندنا تغرير. صحيح. خلنا نشوف تغرير حلقة اليوم ثم نعود مرة ثانية. يعتبر البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هيئة تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. وتمارس البرلمانات عددا من الوظائف تتراوح في مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الإطار الدستوري السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، وكذلك تبعا لمدى التطور الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرات أعضائه. وبوجه عام هناك نوعان من تلك الوظائف: الأول عام تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب كدورها في صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثاني فني، وهو ما يعرف بالدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به في مواجهة السلطة التنفيذية. وتعتبر الوظيفة التشريعية من أهم وظائف البرلمانات تاريخيا وسياسيا، ولهذا فإن دور البرلمان الأول أصبح هو وضع تلك القواعد. أما بالنسبة لوظيفة الرقابة فهناك 3 صور أساسية لذلك يكمل بعضها البعض حتى تستقر الديمقراطية ويتحقق التوازن بين السلطات وكذلك الإرادة الشعبية للمواطنين. الأولى هي الرقابة من البرلمان على الحكومة، والثانية من الحكومة على البرلمان، والثالثة من رأي العام على البرلمان. أما النوع الأول من الرقابة فهي التي يمارسها البرلمان على الحكومة، حيث هو المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة، ولكن عملية رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية لا تتم بدون توازن في القوة السياسية بينهما حتى لا تنقلب إلى سيطرة وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو أساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار السياسي. ولهذا فإن عملية الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب ومنع الانحراف والالتزام بالسياسة التنموية التي وافق عليها البرلمان والالتزام بالميزانية التي أقرها حفاظا على الأموال العامة من الهدر. وكما أن البرلمان يمارس وظيفة رقابية على الحكومة فإنه يخضع في الوقت نفسه لنوع من رقابة الحكومة عليه أيضا، فإذا كان أعضاء البرلمان يستطيعون اتهام الوزراء وسحب الثقة من الحكومة إذا ثبت الاتهام عليها، فإن الحكومة قد تلجأ إلى حل البرلمان وفقا لحالات محددة، وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من رئيس الدولة حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ردنا لكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية عقب هذا التقرير. أبو يوسف، التقرير تكلم عن أدوار والمهام المناطة بمجلس الأمة والتي يفترض على النواب أن يمارسوها، ولكن بداية سؤالي لك: هل استطاع النواب أو الأعضاء أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم الفعلي في مجلس الأمة ولا لا؟ يعني يفترض أن يكون هناك معيار حتى يمكن أن نقيس كل فصل تشريعي، هل استطاع مجلس الأمة أن يقوم بالواجبات الملقاة العاتقة أم لا؟ طبعا مجلس الأمة معروف أن له مهمتين أساسيتين اللي هي الرقابة والتشريع، وهما يعني نفس الوضع ونفس المقام، يعني لا تطغى واحدة على الأخرى. دائما إذا طغت واحدة على الأخرى
يكون هناك رد فعل سلبي داخل الشارع وداخل حتى يعني مجلس الأمة. بمبدأ فصل السلطات بيوسف؟ لا يعني نتكلم عن السلطة التشريعية فقط. لا. يعني التعاون مع السلطات السلطة التنفيذية يختلف، يعني جانب آخر يعني ممكن نتناوله في موضوع وقت آخر، لكن مجلس الأمة دوره فقط الرقابة والتشريع. لا. مجلس الوزراء يشارك في عملية التشريع. نعم. باعتباره أن أعضاء مجلس الوزراء هم أعضاء بالتبعية في مجلس الأمة. وأنا أعتقد المشرع عندما وضع الدستور كان في باله مجلسين، مجلس يمثل المواطنين ومجلس آخر، يعني كما في بعض الدول المتقدمة بريطانيا مثلا موجود فيها مثلا مجلس اللوردات، في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مجلس ثاني، يعني غرفتين البرلمان وليس غرفة واحدة، مجلس الشيوخ وأيضا المجلس المشرع الكويتي دمج المجلسين في مجلس واحد. الآن عندنا مجلسين، مجلس الوزراء يشارك في التشريع ولا يشارك في الرقابة عند الاستجوابات وغيرها، وهو بمثابة مجلس ثاني موجود يعني يغني عن تعيين مجلس جديد أو انتخاب مجلس آخر غرفة ثانية ضمن البرلمان. طيب يعني العقبات التي تعتقد أنها واجهت هذه المسيرة الديمقراطية يعني منذ ستينيات أوائل ستينيات القرن الماضي، بالتالي ما هي أهم العقبات التي كانت هناك عقبات ملاحظة وموجودة في سير العملية الديمقراطية عندنا في الكويت؟ هو يعني أصعب يعني أمور واجهت البرلمانات هو الصراعات. نعم. يعني حتى في مجلس 1963، وذكر أن الشيخ صباح السالم هو أول رئيس وزراء ولي عهد ورئيس وزراء شكل حكومة، والحكومة لم تحظى بموافقة البرلمان، مع أن ليس من شروط التشكيل الحكومي الحصول على ثقة البرلمان حسب الدستور الكويتي، لكن هناك صراع في ذلك الوقت ألقى بظلاله على عملية التشكيل الحكومي الأول، وبالتالي أثر تأثير كبير على عملية وعمل السلطة التشريعية. شكل وعمل السلطة التشريعية كيف تقرأها خلال يعني الخمسين سنة أو الخمسين سنة ونيف؟ هو يعني جزء من المشاكل التي دخل فيها المجلس مجلس الأمة أو السلطة التشريعية هو يعني كما أسلفت صراعات، ثم عدم فهم طبيعة عمل المجلس. نعم. خاصة وأن ليس هناك تيارات سياسية أو أحزاب سياسية أو حتى مؤسسات تدرب من يريد أن عندنا ما يغني، يعني إذا كان الدستور يحضر الأحزاب لدينا هيئات وتجمعات سياسية وتيارات مؤسسات سياسية مؤسسات مجتمع مدني، يفترض أن الحكومة تبادر أيضا أو مجلس الأمة يبادر إلى إنشاء مؤسسة الهدف منها هي خلق توعية لدى كل من يريد الترشيح يدخل مثلا هذه المؤسسة، في يحصل على دورة مثلا ثلاثة أشهر مدة الدورة، يحصل فيها على فهم لطبيعة عمل مجلس الأمة، الرقابة والتشريع ماذا يعني، ما هو دور النائب، كيف يطرح الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق أو غيرها من يعني صميم عمل النواب. كل هذه الأمور بحاجة إلى ترتيب، عدم وجود ترتيب لها أدى إلى أن يكون هناك هواة سياسة داخل المجلس، وبالتالي ينعكس على أداء المجلس كثير من المشاكل والعقبات. بيوسف راح نستكمل حديثنا عن دور البرلمان وأهميته، ولكن بعد ما ناخذ فاصل إعلاني، وبعد الفاصل الإعلاني إن شاء الله راح يكون معنا ضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة والنائبة السابقة الدكتورة معصومة المبارك. مشاهدينا الكرام فاصل ثم أعود إليكم. ردنا لكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية من بعد هذا الفاصل، دعوني باسمكم بداية أرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة النائب الوزير السابق الدكتورة معصومة مبارك. الدكتورة مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. يا معنا فاقدينك في هذه الانتخابات، لكن خلينا ما تفقد دي. عزيز دكتورة، يعني من الخبرة التي تنطلقين من عندها من عملك الوزاري من عملك في مجلس الأمة كنائب، الدور الرئيسي للبرلمان أو لمجلس الأمة، يعني أبرز ملامح هذا الدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة. حياك الله دكتورة. ويعطيكم العافية على هالتغطيات والمتابعات لأخبار المرشحين. الوضع الانتخابي في البلد. طبعا الدستور لم يترك هذا الموضوع للتخمينات أو للتأويلات. نعم. كان واضح الدستور في تحديد دور مجلس الأمة. دور مجلس الأمة تحديدا الخمسين نائب بعى الوزراء بأن يقوم بدور التشريع والرقابة. طبعا لا. الرقابة ما لها على السلطة التنفيذية، رغم أن الوزراء بحكم مناصبهم هم أعضاء بالسلطة التشريعية. لا. إلا أن دورهم طبعا لا يدخل في إطار الرقابة. لا. بل هم من يراقبوا من قبل المجلس. فإذا الدستور حدد الدور الرئيسي للمجلس هو التشريع والرقابة. لا يجوز أن يطغى أو سيكون عمل مخل. نعم. بأداء المجلس وبدوره وبفاعليته عندما يطغى أي من الدورين على الآخر. يعني لا جرعة الرقابة تكون طاغية بحيث أنها تغطي وتلهي. نعم. المجلس عن التشريع، ولا العكس صحيح. فلا بد أن يكون هناك توازن في هذا الموضوع. دكتورة، أيضا يعني من خلال ما حدد الدستور يجب أن يكون هناك مبدأ فصل السلطات ما بين السلطات الثلاثة الموجودة عندنا. طبعاً. مجلس الأمة من خلال التجربة هذه، تجربة الخمسين سنة وأكثر من الخمسين سنة بشوي، هل فعلاً كان يقوم بدوره وفقاً لمبدأ فصل السلطات ولا لا؟ طبعاً هي المادة 50 اللي تفضلت. نعم. بذكر فحواها. المادة 50 واضحة في أن العلاقة فيما بين السلطتين تقوم على التعاون ومبدأ الفصل بين السلطات، ولا يجوز لأي منهما أن تتنازل عن صلاحياته للسلطة الأخرى. يعني الدستور، واضعي الدستور كانوا واضحين دقيقين في طبيعة العلاقة فيما بين السلطتين، علاقة فصل السلطات. نعم. أي بمعنى أن السلطة التشريعية لا يجوز أن تمتد أو تتمدد في عملها على ما تقوم به السلطة التنفيذية، يعني معناتها تشرع وتنفذ، لا يجوز. وفي نفس الوقت أن السلطة التنفيذية لا تطغى كذلك في عملها. نعم. التنفيذي لكي تقوم بالأدوات التشريعية فوق الجرعة المخصصة لها دستوريا. طيب. إضافة إلى ذلك أن الموضوع يجب أن أو العلاقة يجب أن تحكم بروح التعاون فيما بين السلطتين. السلطتين يجب أن يكونوا متعاونين مع بعضهم البعض، يجب ألا تتنازل أي منهم عن اختصاصاتها، وألا يكون التعاون إلى تهاون. نعم. وألا يكون التعاون في تشدد وتصلب في المواقف. فإذا هي يعني مرونة دستورية للعلاقة فيما بين السلطتين تتم فيها هذه المعادلة الصعبة. نعم. السهلة الصعبة. تجربتنا شلون تقيمينها دكتور؟ هل كانت بهذا الشكل فعلا؟ مدا وجزر تجربتنا. ساعة كذا وساعة كذا. بالضبط. تجربتنا التشريع أو تجربة الديمقراطية عندنا. نعم. وعلاقة المجلس بالحكومة، وبالتأكيد علاقة الحكومة بالمجلس، تختلف بين فترة وأخرى. نعم. في كثير من الأحيان في تمدد للسلطة التنفيذية على التشريعية. نعم. وعشان كذي كانوا يقولون أو يشيرون بأن المجلس في جيب الحكومة. نعم. طبعا ماكو احد في جيب الثاني، لكن هي جرعه التعاون تكون زايده حبتين من السلطه التنفيذيه لصالح السلطه التشريعيه، عفوا لصالح السلطه التنفيذيه. طيب. نعم. والعكس صحيح في حالات اقول لك اياها، يعني اقل حالات اقل اللي يكون فيها العكس، ان السلطه التشريعيه تمتد تطغى. نعم. في صلاحياتها وفي حتى بين قوسين جسارتها في العلاقة مع السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى توتر العلاقة. نعم. نادر جدا أن تكون العلاقة متوازنة، ولبعض الوقت يعني ما مر علينا فصل تشريعي كامل في علاقة متوازنة بين السلطتين. أبو يوسف، يعني يمكن النقطة اللي أثارتها الدكتورة نقطة أن المجلس في الغالب ما يكون في جيب الحكومة، خلنا ننتقل يعني أخذ هذه النقطة. طبعا أنا ما لست مع هذا التعبير، لكن يشار إلى. نعم. الأمر بهذا الشكل. يعني ما أشارت للدكتورة بحسب الإشارات اللي موجودة، هل تعتقد فعلا بأن الحكومة هي من تضع دائما الدولاب في عمل البرلمان، وبالتالي يعني تحاول دائما بشكل أو بآخر فرض سيطرتها كسلطة تنفيذية، كونها يعني تمتلك مقدرات، تمتلك أيضا الخطط التنموية، تمتلك المشاريع، هل فعلا الحكومة في مجلسنا مكبلة يد البرلمان ولا لا؟ هو طبعا
سبق أن تكلمت أنا عن دور القطاع العام في إضعاف التجربة الديمقراطية. الحكومة كما أسلفت قبل شوي أن الحكومة لديها كل المقدرات، لديها قطاع عام ضخم، كل الناس يشتغلون في الحكومة، ولذلك لها سطوة كبيرة على المجلس التشريعي. هذا يعني عدم التوازن في العلاقة بين الحكومة والمجلس بسبب هذا القطاع العام الضخم أدى إلى إضعاف دور النائب. نعم. وحنا نسميه دائما قصة، قبل الغزو كان يسمى يطلق على بعض النواب نواب حكوميين. نعم. هي التسمية أتت من قضية أن هناك نواب الحكومة فتحت لهم الباب بحيث أن هم المفضلين في قضية المعاملات، تمرير المعاملات، العلاج بالخارج، التوظيف، المناصب تعطى لمجموعة من النواب داخل مجلس الأمة تميزهم عن غيرهم من النواب، ولذلك عند الانتخابات يكون لديهم يعني رصيد شعبي كبير بحيث أنه يستفيدون من رضا الحكومة عنهم. ولذلك هذا الجانب الذي تدخل دائما الحكومة عن طريقه وهو قضية المعاملات. لو كان هناك قطاع خاص ضخم والعكس يعني يكون هذا القطاع، أنا أعتقد راح يكون في أداء مجلس الأمة هو الأداء الصحيح وأداء الحكومة كذلك، لأن لن يكون هناك أداء من أدوات الحكم كما هي القطاع العام، وسيضطر في ذلك الوقت النائب إلى التعاطي مع التشريع والرقابة بصورة أفضل، لأن لم يعد هناك فرصة له ليحصل على امتيازات أو معاملات خاصة من الحكومة بحيث يكون له القدرة على منافسة المرشحين الآخرين في الانتخابات. نعم دكتورة، انتقل إلى موضوع آخر، يعني موضوع أيضا لا يقل أهمية عن المواضيع اللي قاعد أتكلم عنها. الوحدة الوطنية هي السور الحامي لأي بلد، فبالتالي هل مؤسستنا التشريعية البرلمان الكويتي مجلس الأمة الكويتي فعلا استطاع أن يوثق هذه الوحدة الوطنية، أن يجعلها متينة بقدر كافي، ولا نسمع هناك ما بين فترة وأخرى بأن أصبحت قاعة عبد الله السالم هي دعوة إلى تمزيق الوحدة الوطنية؟ حقيقة ما يقال كمراقبة شلون قاعد تشوفي الوضع؟ إذا سمحت لي بس أعرج على اللي تفضل فيه الأخ ناصر بخصوص أن الحكومة هي المانح والمانع. الحكومة عندما تكون هي فعلا من يمنح العطايا، خلينا نقول ليس بالضرورة مالية، من يمنح العطايا، وليس هناك أي ضوابط تمنع الحكومة من التوزيع العادل لمثل هذه العطايا بين المواطنين. أنا ما أتكلم طبعا وأعد وأزيد أن العطايا لا أقصد فيها أموال، وإنما نعم. مناصب، ترقيات، علاج بالخارج، نعم. مثل ما تفضلت اللي صارت فاتورته مرهقة للبلد ومثار للحنق والغضب العام. نعم. فكل هذه الأمور نعم الحكومة هي اللي تملك المفاتيح، بدلا من أن تقوم الحكومة بوضع معايير واضحة للترقيات مثلا، لا يترقى إلا من يملك هذه المعايير. لا، الحكومة تراخت في وضع مثل هذه المعايير. نعم. وصار عندها نوع من الاستغلال والاستخدام لهذه الميزة. نعم. اللي تملكها لكي تضعف النائب ويكون بوابة لإرضاء الناخب. نعم. فتم إفساد دور النائب والتقليل من هيبة النائب. النائب يعني قلت هيبته بدرجة كبيرة. أذكر لما كنت وزيرة في عدة الوزارات اللي توليتها، كان يجون النواب ويقعدون على باب المكتب. طبعاً إحنا عندنا يعني الوزراء عندهم شغل ثاني غير تخليص معاملات، فيجون ويقعدون بالساعات، يقعد من أجل عشان يدخل ويسلم معاملته. طيب إذا أنت معاملتك لهالدرجة مهمة تهمك، حطها في ملف، وكنت أقول لهم حطها في ملف وخلها على الباب. لا يبي يتأكد، لازم يتأكد دكتورة. بالضبط، يعني قاعد أقول لك هي تقليل من هيبة النائب، لازم يقعد ينطر لحد ما يلا الدور أو لحد ما يفرق الوزير من اجتماعه، لازم يدخل معاه صاحب المعاملة أو أصحاب المعاملة عشان يشرحوا الوضع، مش عشان يشرحوا وضعهم، حتى يأكد لهم بأنه قد قابل الوزير وأعطى أهمية لمعاملته. هذا اللي أنا أقصد فيه تقليل من هيبة النائب. نعم. في مجلس الأمة. دكتور عفوا على السؤال، يعني السؤال اللي قلت لك بالضبط الوحدة الوطنية. نعم. موضوع الوحدة الوطنية أصبح هو الشغل الشاغل
مجتمعاتنا وخاصة المجتمعات الصغيرة المتعددة في تكوينها. نعم. نحتاج إلى ترسيخ الوحدة الوطنية مع هذه العواصف اللي تدور حوالينا. نعم. إقليمنا إقليم ملتهب في الوقت ملتهب الحالي. الإقليم تعصف فيه عواصف مختلفة وفي خلخلة للوحدات الوطنية في مجتمعات اللي حوالينا، فبالتالي لابد وأن نحصن أنفسنا. لابد مجلس الأمة هل استطاع؟ قاعد أقول يا يكت تفضل يا دكتور. تبيني أجاوبك سيد مو غير أعطيك تمهيد. تفضل يا دكتور. المجلس الأمة طبعا في مجلس 2012 المبطل الثاني أوكي تقدمنا باقتراح لموضوع الوحدة الوطنية. نعم. والحكومة جابت كذلك مقترح لتعزيز الوحدة. نعم. الوطنية ومنع الفتن. نعم. منع الفتنة. وبالرغم من قصور مشروع الحكومة في بعض أوجه القصور إلا أن قلنا خلينا إحنا نقر كان مرسوم بقانون إذا تذكر الأخ ناصر فأقر من قبل اللجنة التشريعية ثم رفع التقرير إلى مجلس الأمة. نعم. وأقر من مجلس الأمة. إذن مجلس الأمة قد قام بدوره وإن كان متأخرا طبعا. نعم. كان مفترض أن من سنوات أن إحنا نجهز مثل هذه القوانين ونعد المجتمع لكي يحترم مثل هذه القوانين. فأعد القانون الوحدة الوطنية. نعم. وأقر من قبل مجلس الأمة وأصبح قانون نافذ. ولكن لما نجي ونشوف التطبيق لهذا القانون يفترض بما أن هناك قانون أن الحكومة تكون لها مجسات. نعم. تفحص وتتابع أي خرق لقانون الوحدة الوطنية يتم تقديم من قام بهذا الخرق للقضاء. نعم. حتى يكون عبرة لغيره وحتى يكون درس لمن لا يتعظ لأن الوحدة الوطنية ليست مجال للعبث. نعم. وليس إثارة الفتن هواية تلعب فيها المجتمعات بل هي نار يعني تشعل يقول لك النار من مستصغر الشرر. نعم. فإذا الحكومة بوسائل التواصل الاجتماعي بوسائل الإعلام المختلفة من خلال برامج التلفزيون والمسلسلات بدل لا يحطوا لنا. نعم. مسلسلات أي كلام خلي يحطوا لنا مسلسلات تعزز الروح الوطنية. صحيح. تعزز التضامن الاجتماعي. نعم. تعزز اللحمة اللي يحس فيها المجتمع مثل يعني مسلسلات تكون هادفة لمثل هذا الغرض. فإذا أقول لك مجلس الأمة إيه نعم قام بدوره. نعم. في سن. نعم. هذا القانون ولكن مقصر وحتى في مراقبة تنفيذ الحكومة. نعم. لهذه القوانين. نعم. الحكومة تنتظر من يرفع دعوة على من يقوم بالإخلال بهذا القانون. نعم. ثم بعد ذلك هو يتابع دعواه في هذا في حين أن الحكومة هي التي يجب أن تكون مبادرة حريصة ومبادرة. نعم. لحماية الوحدة الوطنية. بيوسف يعني يفترض بالمجلس أمه هو كونه مؤسسة ديمقراطية تهدف إلى تحقيق الأمن والرفاه في المجتمع فهل تحول إلى مؤسسة تشكل العبء على الدولة والمجتمع؟ راح أخذ إجابتك ولكن بعد ما نطلع هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم أعود إليكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية من بعد هذا الفاصل. بيوسف يمكن قبل الفاصل قاعد يتكلم عن دور المؤسسة التشريعية يجب أن يكون في تحقيق الرفاه والأمن للشعوب. هل أصبح فعلا مجلس الأمة هو عبء على المجتمع؟ هو يعني لو راجعنا كل مسيرة المجلس. نعم. مثل ما قالت الدكتورة كان في مد وجزر لكن عدم فهم دور المجلس وطبيعة عمل المجلس أدى إلى أن يكون هناك شطحات. نعم. داخل المجلس هذه الشطحات لا تقابل بسعة صدر من جانب الحكومة ولذلك تكرر مشهد الحل مجلس الأمة أكثر من مرة بسبب عدم التعاون مع المجلس. دور البرلمانات يعني أنا حتى الدكتورة تعرضت لساعة بعض النقاط. دور البرلمانات هو منع اصطدام طبقات المجتمع. نعم. وهو يعني الدور الحقيقي الفعلي للبرلمانات في العالم. يعني احنا بالكويت يمكن مرينا مرحلة صعبة شوي وهو صار عندنا صراع أفقي. نعم. بين مكونات المجتمع والمفترض أن يكون الصراع رأسي
بين طبقات المجتمع وتنهضم كل المكونات داخل كل طبقة. والبرلمان الكويتي لما يروحون الناس يعني سواء تيارات سياسية أو حتى أعضاء مستقلين ينقلون هذا الصراع إلى داخل المجلس بدل ما يكون الصراع في الشارع، يسبب مشاكل تنعكس على الوحدة الوطنية، تنعكس على كل القيم التي يحملها أي مجتمع. ولذلك هذا المجتمع، هذا البرلمان له فائدة كبيرة جدا في تخفيف الصراعات وتنفيس الصراعات داخل البرلمان، بحيث أنه يحقق الهدف منه. طبعا الرقابة والتشريع هذه مهمة أساسية في عمل البرلمان. البرلمان الكويتي واجه مشاكل كثيرة، يعني ما استطاع أن يطرح مبادرة أو مشروع بسبب ضعف البنية، سواء النواب أو حتى التيارات السياسية. يطرح مشروع وطني يستطيع أن يجمع عليه كل مكونات الشعب الكويتي وينطلق بمجلس الأمة إلى الأمام. كل ما يفعل المجلس هو ردات فعل تجاه قرارات حكومية. دكتور، يعني يمكن أنتقل إلى موضوع يعني الصراع الأفقي. المواطن بالتالي هو من يوصل أعضاء السلطة التشريعية إلى كراسيهم في قبة عبد الله السالم. هل هو شريك أيضا في الوقت الحالي فيما يعني حسب اللي قاعد تتكلمون عنه فيما يعانيه أو فيما تعانيه هذه المؤسسة التشريعية؟ بلا شك بلا شك. ليش دكتور؟ يعني من يشكل البرلمان هم الناخبين. طيب، شريحة الناخبين هي التي تشكل البرلمان. وبالتالي عندما يكون الناخب واعي بدوره كناخب قبل ما يكون بدور النائب، بدوره كناخب أنه يختار وينتخب الأفضل بناء على قناعة بأن هذا هو الذي سيخدم الوطن. الذي سيخدم الوطن. اليوم عندنا الانتخابات وانتم قاعد تشوفون وتسمعون الندوات الانتخابية فزعة فزعة. المرشح يعني يستنهض ناخبينا ويبيهم يفزعون له بصرخة، بقطة عقال، بدغدغة مشاعر، بالتمني أو بأن مطالبهم ستكون أوامر وشيء من هذا القبيل. فبالتالي عدم فهم أن الناخب لدوره كناخب وبأنه ينتخب سلطة تشريعية. سلطة تشريعية هي موازية وقد تكون أهم من السلطة التنفيذية في دورها في حياة الأوطان عموما. فعندما يكون الناخب جاهل بهذا الدور، طبعا ما أعمم، لكن أقول لك عندما يكون الناخب أي ناخب جاهل بهذا الدور وبأهمية دوره وبأهمية صوته، فهو إما أن يذهب بدافع الفزعة أو بدافع المصلحة أنه يتكسب ويريد مصلحة لذاته، أو أنه يرى بأن أنا أعزف عن المشاركة. طيب، يحجب صوته. وبالتالي يعني حتى حجب الصوت هذا ضرر للمجتمع، لأن قد يوصل من هو أسوأ. مو دكتورة، يعني قد يكون من واقع التجربة اللي شافها الناخب بالتالي خلال السنوات الماضية، وجد فعلا أن من يستجدي أو مثل ما قلته من يطالب بالفزعة هو من قاعد ينهض بأموره، قاعد يخلص الشغل. فبالتالي الأعباء يعني مثل ما هي على الناخب، الناخب بحاجة إلى الاستفادة من هذه المؤسسة، فبالتالي ما قاعد يجد هذا الاستفادة إلا عند هذه النوعية من هذه النواب، نواب الخدمات. بالضبط. فبالتالي أنتم كخبرة سياسية لماذا لم تنهضوا بالعمل؟ لماذا لم تشرعوا قوانين يعني يكون المواطن ليس بحاجة أصلا إلى الحكومة فيها عشان تمشي معاملته؟ يعني مهما يكون ماكو عندك قانون يمنع النائب من أنه يقدم خدمات. نعم. ولكن على الحكومة بأنها توفر الخدمات بالطريقة الصح. نعم. وبعدالة للمواطنين، لأن الخلل يبدي من هناك. نعم. والنائب يستفيد من هذا الخلل لإفادة ناخبينا. نعم. وتي الحين في فترة الانتخابات تشوف فيها الوعود، هي فترة وعود. الشوي يزداد. بالضبط، هي فترة وعود. إن يعني لأن يعني مؤخرا الحكومة أعلنت بأن ما في ترقيات في هالمرحلة، ولكن في وعود بالترقيات. نعم. وفي تكليف بمناصب معينة. لكن نقول إحنا الناخب لو يعرف دوره
والنائب بالمقابل لو يعرف دوره وحدوده وألا يهين الكرسي الأخضر الذي يجلس عليه بأن يستخدمه كوسيلة لتحقيق مصالح غير قانونية. ياريتها قانونية، ياريتها فزعة للمظلوم، ياريتها فزعة للشخص المستحق. أي الفزعة حق شنو دكتور؟ فزعة لها، فزعة للأنصار، للحبايب، لل من لا تنطبق عليه الشروط. نعم. وإحنا نعرف هذا وندرك هذا، والحكومة ساعات تلعب دور المانح والمانع. يعني حسب، إذا بتقوي نائب من النواب تعطي، تفتح له الباب. نعم. تفتح له على قولهم تفتح له الحنفية. وإذا تغضب على نائب من النواب لأنه مشاكس، أنه بيقدم استجواب، أن أسئلته شوية تكون قثيفة على القلب، فتسكر عليه الحنفية. نعم. فبالتالي مسك الحكومة لمصالح العباد بأسلوب الحنفية، أسكرها وافتحها بناء على الرغبة وليس بناء على القدرة والكفاءة والإمكانية، أقول لك هذا أخل بدور النائب وبدور الناخب. نعم. في نفس الوقت أبو يوسف، يعني دعني أتكلم عن الهيكل الموجود في مجلس الأمة. هناك رئاسة البرلمان، هناك أعضاء مكتب المجلس، هناك أيضا اللجان البرلمانية، هناك المجاميع وأيضا الكتل الموجودة داخل المجلس. بالتالي هذه المنظومة المتكاملة، يعني ما هو دورها في دفع العمل البرلماني نحو الأمام؟ هو طبعا هيكل المجلس هو هيكل أعتقد تقليدي من الستينات. نعم. هو نفسه ما تغير. يمكن يطورون في عملية مكتب المجلس، يضيفون رؤساء لجان. نعم. أو يعني يلغون، لكن يظل الهيكل مثل ما هو. رئيس المجلس كما نعرف هو ناطق باسم المجلس. نعم. وليس يأمر أعضاء مجلس الأمة أو يحدد. نعم. ما هي صلاحياتهم. مجلس الأمة يعني الكتل ظاهرة كانت تطويرية، يعني شاهدنا في فترة من الفترات كان هناك كتل، كتلة إسلامية، كتلة وطنية، كتلة شعبية، كل هذه الكتل كان تفيد عملية التعاون بين أعضاء مجلس الأمة. يعني أي نائب لدي مشروع أو فكرة يطرحها في المجلس كان يعني لا يلف، يعني مثل ما يقولون لف على 50 نائب. نعم. يحاول إقناعهم، لا فقط يلتقي مع ممثلي الكتل من كل كتلة واحد، ثم يقنعهم بمشروعه أو فكرته وتتحول إلى اقتراح بقانون داخل المجلس. وكان هذا يختصر كثير من الجهد التشريعي. نعم. والرقابي حتى. أيضاً كان هناك تطور في فترة من الفترات، كان هناك حكومة الظل طرحت في داخل المجلس ولم يعني يكتب لها طول العمر، يعني بسرعة. ما الذي عشان المشاهد بس يعرف شنو معنات حكومة الظل؟ حكومة الظل يعمل فيها كثير من الديمقراطيات في العالم، أن كل وزير من الوزراء يقابل عضو مجلس الأمة، يراقب عمله ويراقب أدائه ويضع النقاط أو الثغرات في أداء هذا الوزير حتى يستفيد منها أي نائب كان عنده استجواب أو غيره. لكن هذه التجربة يعني ما كان لها يعني فرصة أنها تعيش، ويمكن ما طولت حتى شهر شهرين واختفت، ما أدري ليش من أسباب. المجلس يعني دائما المجلس من المهم جدا، يعني المجلس أن يكون، وهذه لاحظناها على المجالس السابقة، هو في منعزل عن قضية الشارع. مفترض، أنا برأيي دائما مفترض المجلس أن يكون لديه مؤسسات. نعم. داخل المجلس تتواصل يوميا مع الشارع بحيث أن يكون هناك لقاءات فيدباك. نعم. لقاءات مع المواطنين، ولا يكون هو كجزيرة معزولة عن بقية أعمال الشارع. نعم. دكتورة عندي تعقيب على موضوع طبعاً. الهيكل التنظيمي طبعا هيكل اللجان جدا مهمة. اللجان احنا نسميها دائما مطبخ المجلس. نعم. يعني جلسة المجلس مثل ما انت تشوفها، يعني في بعض الاحيان تكون مثل سوء عكاظ. نعم. جلسة المجلس. صحيح. فبالتالي ما فيها تركيز. التركيز وين يكون؟ باللجان، اللجان المختلفة. والدستور لما وضع موضوع اللجان والمذكرة التفسيرية. نعم. فصلت في هذا الجانب حتى يكون اولا اختيار أعضاء اللجان يجب أن يكون بناء على الاختصاص. نعم. وليس مسألة أن والله هذا لي وذاك لي، أو تقليديا أنا عضو في هذه اللجنة. نعم. رغم أن ما يكون عنده خبرة ولا يكون عنده قدرة على إدارة عمل اللجنة، لكن نقول كلهم نواب على عيننا وعلى رأسنا. حضروا اجتماعات اللجان،
يا ما كنا نجلس ونضيع ويضيع وقتنا اللي في لجنة، في أي لجنة من اللجان يضيع الوقت بانتظار النواب، بانتظار النصاب إنه يحضر. في بعض النواب يطلبون أن تكون هاي بس عشان يعطيك يعطي المشاهدين صورة، عندما يختارون نوابهم خلي يختارون صح يا جماعة، تعب البلد، تعبت من اختيارات قد لا تكون في صالح البلد، ما أقول في صالح فلان ولا علان، في صالح البلد. نقعد مثلا اجتماع اللجنة التشريعية دائما، لأن اجتماعات طويلة تأخذ، وهذه اللجنة تفصص القانون، أي قانون يعرض تفصصه، مشروع قانون أو اقتراح بقانون. فكان اجتماعنا ينعقد الساعة 9 عشان نخلص الساعة 2:30 أو 3. فكان بعض النواب يشترطوا بأن الاجتماع يبدأ الساعة 12. ليش نبدأ الساعة 12؟ أنا ألف على الوزارات، هذا مو شغلك تلف على الوزارات. فبالتالي عندما لا يفهم النائب، مرة أخرى نعود، عندما لا يفهم دوره ولا يفهم أهمية اللجان ولا يعطي عمل اللجان حقه بالقراءة، كثير يجون يدخلون في أي لجنة من اللجان مو قارئ مشاريع القوانين المعروضة، فبالتالي يكون حالة يعني من لا مبالاة، يقعد شوي ويطلع شوي، وحالة من عدم التركيز. فنقول الدستور كان يعني محق عندما يضع هذا الثقل في اللجان، ولكن أقول لك في الممارسة هناك خلل في ممارسة اللجان لدورها، ممارسة والاعتماد، عشان بس خلا فضفض شوي، خلا فضفض شوي والاعتماد، لا عيونك تتحج والاعتماد على المستشارين، هذا يعني مهمة جدا. المستشار ليس مشرع، المستشار مساعد، المستشارين القانونيين مساعدين. من هو المشرع؟ أنت يا النائب، فيجب أن تقوم بالهومورك مالك، تقرأ مقترحات القوانين وجدول الأعمال، تكون مستعد بالنقاط اللي أنت تراها بأنها جديرة بأن تضيفها أو تقويها في المشروع القانون، حتى يطلع لنا مشروع قانون متماسك أمام المجلس. لكن مثل ما أنت شايف مشاريع القوانين للأسف خاصة بالفترة الأخيرة تسلق سلق بيض، حتى يتم التصويت على عدم الحاجة لقراءة القانون والتصويت عليه مباشرة. هذا أمانة يعني ليس ما هدف إليه الدستور عندما وضع السلطة التشريعية بكل هذه الأهمية. دكتورة سؤالي الأخير يعني، ويمكن الوقت بدأ يضايقني جدا، هل نستطيع من خلال البرلمان بناء دولة فعلا حديثة من خلال عملنا البرلماني؟ إيه؟ هل نستطيع بناء دولة حديثة؟ بما تعني شيء الدولة مستحيل الحديثة؟ نعم. هو ماكو شيء مستحيل، ولكن تحتاج إلى أدوات لبناء الدولة الحديثة. احنا الحمد لله ما ينقصنا شيء. 62 احنا كنا على الطريق الصح، 63 بدأنا الخطوات، ثم بدأ التعثر. فإذا عندما نكون حازمين في إزالة العثرات من طريق ممارستنا الديمقراطية وبناءنا للدولة الحديثة، سواء البناء المادي أو البناء القيمي، لأن جدا مهم القيم، منظومة القيم اللي نقوم فيها، محاربتنا للفساد يا أخوي حمد، كل هذه الأمور تجعلنا على القطار، على خط القطار الصحيح، حتى نصل إلى الدولة الحديثة اللي فعلا تضاهي الأمم المتقدمة. يوسف يعني ممكن في ربع دقيقة. هو طبعا البرلمان مهم يعني، لكن أنا يعني بسوي مقارنة بين الديمقراطيات الناجحة مثل في الغرب، مثلا الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا. نجحت الديمقراطية هناك لأن في فري ماركت، سوق حر، اقتصاد حر. لكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر والمناطق القريبة لنا مثل اليونان، لم تنجح الديمقراطية في اليونان، مع أن هناك أغلبية برلمانية ورئيس وزراء منتخب، لكن قطاع عام منع أن تتطور الديمقراطية في اليونان. إذن البداية من الاقتصاد، البداية من الاقتصاد حتى يفتح الباب التنافس بين مكونات المجتمع. كل الشكر لكم دكتورة، كل الشكر لك. شكرا لك. كل الشكر لكم يوسف. الله يحييك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في يوم آخر في حلقات أخرى. كل الشكر لكم، في أمان الله.